وكان فيتوريا قد حرص على استقبال اللاعبين المشاركين في معسكر الفريق، وحرص فيتوريا على الحديث مع اللاعبين والترحيب بهم في اليوم الأول لمعسكر الفريق والشد من أزرهم، كما اجتمع فيتوريا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب. هذا وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعب المنتخب سلبية لجميع اللاعبين، كما أجرى جميع أفراد جهاز منتخب مصر مسحة وجاءت نتيجتها سلبية.